المهندس طاهر، انت من بدايه الرحله النهارده معانا، بداناها من تكويد مزارع الفراوله وصولا بمحطه التصدير. احنا النهارده شغلنا ايه في محطه التصدير؟ شغلنا النهارده كده احنا خلصنا كده الجزء الاول اللي هو خاص بالتكويد، دخلنا كده على الجزء الثاني اللي هو محطات مراكز وتعبئه الفراوله. تمام، اجمالي ما تم تكويده حتى تاريخ 20/12/2021 130 مركز تعبئه ومحطه. ده بالنسبه لي محافظه البحيره بصفه عامه. تمام، بصفه عامه عدد مراكز ومحطات تعبئه الفراوله 130 مركز ومحطه تعبئه. احنا شغلنا هنا في المحطه، شغلنا هنا نحن بنشرف على المنتج بعد ما بيجي من المزرعه ونشوف هل هو مطابق لاشتراطات التصدير. لكل دولة بلا اشتراطات، سواء تحليل متبقيات مبيدات او فحص ظاهري. تمام، بناء على كده انا بنشتغل وبنعمل طلب الفحص بتاعي. منتج الفراولة بصفة عامة ما ينفعش يتعبى غير في محطات مكودة. في بعض الدول بتطلب اشتراطات صارمة بالنسبة لتصدير المنتج، احنا بنتعامل معها ازاي؟ لدولة على حدة بنتعامل مع اشتراطاتها. اخلال الاشراف على محطات تعبئه وفرز الخضر والفاكهه، لو في مخالفه احنا بنتعامل معاها ازاي؟ لو في خام داخلي من بره مش مطابق لا للصنف ولا للجوده المطلوبه ولا اشتراطات الدوله المصدر اليها الشحنه، انا طبعا بنرفضه وبنستبعده. لو في تلاعب في اي مستند او اي حاجه خاصه بالشحنه طبعا الشركه بتتوقف. احنا بالنسبه كمحافظه البحيره استعداداتنا لموسم الموالح اللي حاليا شغال، غالبيه المحطات الشركات اللي هتصدر كودت واستكفت وخدت الزيارات ثلاثه اللي هي المفروض تعتمد ليها المزارع. الجانب الياباني بيبقى ليه اشتراطات، جانب الاسترالي والصيني والاوروبي ليه اشتراطات، وفي طبعا الدول العربيه، بس كل المزارع حاليا دخلت في نطاق التكويد. معانا لجنة بالنسبة للتكويد في شركة محاصيل مصر، دي بترفع المساحات خاصة بالمزارع وبنعتمدها، بيبقى عضو من الحجر الزراعي مع محاصيل مصر عشان رفع المساحات دي وتقدير وتحديد الأصناف